السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، نعرض فيها أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. للمشاركة أرقام البرنامج تلقوها أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق ومن خارج العراق، وأيضا عندنا مشاركة عبر الواتساب. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى خبرنا الأول، مواطن ينتقد من محافظة البصرة، ينتقد الزخم اليومي والازدحامات والوقوف بطوابير لساعات طويلة إضافة إلى الروتين في معاملات المراجعين ببلدية شط العرب في محافظة البصرة معا. خلونا نتابع الأخ من محافظة البصرة اللي ينتقد اللي يصير بالمحافظة من زخم. ما شاء الله الوايد انفاق مو طبيعي. شوف 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 هاي حال بلدية البصرة خط العرب، هاي حال المخيل صار هذا الفيديو اللي شفتوه مشاهدينا الكرام هو ازدحام الشديد للمراجعين في محافظة البصرة في إحدى دوائر الدولة. أيضا مشاهدينا الكرام، أكو فيديو آخر من محافظة البصرة، الفيديو يوثق تصوير ازدحام شديد في مديرية مرور البصرة رغم الأجواء الحارة اللي تعيشها اليوم محافظة البصرة، والفيديو انتقد سوء الخدمة المقدمة للمراجعين. سرع البصمة مرور البصرة قاعدين على التبريد والقطع الخارجية دمع العالم تطيب تطيب. إذا مشاهدينا الكرام، هاي المعاناة اللي يعانوها المواطنين بدوائر الدولة في محافظة البصرة، ازدحامات، زخم كبير إضافة إلى سوء الخدمات، درجة حرارة عالية. هذا الفيديو أو هاي الفيديوهات الاثنين اللي نشرناها ما مرت مرور الكرام. المواطنين اللي موجودين في محافظة البصرة علقوا، أو عفوا المواطنين العراقيين علقوا على ما يحصل في محافظة البصرة من فيديوهات. مثلا في موقع فيسبوك وجدنا هاي التعليقات، محسن التميمي يقول: مع الأسف بهذا المستوى الحكومة تتعامل ويا المواطن، ونريد المواطن أن ينهض بالبلد والحكومة تعامله معاملة غير إنسانية. تغريدة أو تعليق ثاني من ضياء هاشم يقول: يتعمدون حتى يذلون المواطن، وتروح للمعقب تنطي فلوس ويجي ورق لهم وتبصم. هذا ملخص الكلام، لأن قبل فترة راجعتهم ضابط التدقيق يمشي له معاملة من الشباك وعشرة من الباب للمعاقبين، والسرة واصل الازدحام في سبيل حتى تروح تنطي فلوس للمعقب يمشيها إلك بالاتفاق وياهم. تعليق آخر من محمد الموسوي يقول: أتعز دائرة بالعراق هي المرور، وأذل دائرة للمواطن هي المرور. المنتسب قاعد على التبريد ويمشي العرف من الباب والمواطن عليه الحر. وتعليق آخر من زين عدي يقول: كنت واقف من 9:30 لل 12 وكل شيء ماكو، هم قاعدين على التبريد ويسولفون. مشاهدينا الكرام، هاي ما يخص الفيديوهات اللي نشرناها اليوم بملفنا الأول في محافظة البصرة من ازدحام وزخم كبير. عندنا اتصال مصطفى من البصرة، حياك الله يا مصطفى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكر قناة الرافدين، حياك الله أخوي العزيز. الفضائية تنقل صوت المواطن العراقي. سلمك ربي، سلمك ربي يا أخوي العزيز. لكن هاي القناة المجاهدة انت الله يرفقكم. لا شكر على واجب اخويا. الطلب من الحكومة العراقية نعم توفر خدمات للمواطن. مواطن عراقي راتب ما عنده راتب رعاية، ان 200,000 يقطعون المواطن العراقي، اين الحكومة، اين المسؤولين؟ نعم
احنا نطالب الحكومه العراقيه من 2003 تقريبا 20 سنه ايش غيروا؟ نعم ما غيروا شيء لهذا البلد المظلوم العراق. نبوا خيراتنا البلد الاخرى خيراته تطلع للخارج. نعم الى متى يبقى العراق؟ نعم احنا نطالب الحكومه تلتفت للمواطن العراقي. نعم وزيادة البطالة التموينية. طيب أخ مصطفى، يعني محافظة البصرة اليوم تقدر تحكي لنا واقعها حتى الناس تعرف واقع البصرة اليوم، الناس شلون بدها تعيش؟ انقطع الاتصال ويا الأخ مصطفى. شكرا جزيلا لك أخوي العزيز مصطفى من محافظة البصرة، تكلم لنا عن الخدمات بالمحافظة ويطالب بتوفير الخدمات إلى المحافظة. مشاهدينا ناشطين الدولة ومقطع مصور، المقطع يبين لنا حجم النفايات والقمامة اللي احنا نسميها الزبالة المرمية في محافظة البصرة، وقالوا انه هذا السبب بسبب اهمال بلديات البصرة شغلهم وتوقف شركات التنظيف عن عملهم. الناشطين وضحوا انه الشركات اللي تعاقدت وياها الحكومة بالمليارات حتى تنظف شوارع البصرة ما دا تسوي شيء، وعليه صار حال البصرة هيجي وما كل حاسب ولا جهة تراقب أو تعاقب. خلونا نتابع ما تشاهدون. هذا مكتب النفايات موجود للعام وما تغير أي شيء وبوجود الشركة الجديدة. الأخ طبعا إجي يريد يفرغ الحاوية. تفضل فرغ الحاوية، فرغ الحاوية. أنا اليوم هاي رسالتي إلمن للناس اللي يقولون باوع لباوع، للناس اللي يقولون المواطن هم يذب زبالة بالشارع، يمو ماكو حاويات. أنتم الشركة الجديدة اللي جيتوا اليوم، والمفروض أول ما توفرون حاويات لنقل النفايات هاي أول قضية. ليش أكد على ملف النظافة؟ تندر موجود من 2018 وإحنا ب 2022. هذا التندر ثقوا بالله العظيم، ثقوا بالله العظيم، الأموال اللي صرفت على النفايات والله العظيم لو جابوا آليات تخصصية كان اليوم البصرة فيها آليات تكنس وتنظف وموجودة مثل كل المحافظات. ليش احنا قاعدين نشوف هاي المناظر يا أخوان؟ أنا اليوم قضيتي أكد على قضية ملف النظافة لأن فيه هدر للمال العام بالمليارات. لو استوردت المحافظة آليات تخصصية ولا اليوم تنهدر هاي الأموال والله العظيم كان اليوم البصرة أفضل وأجمل وما نشوف هاي مناظر النفايات. إذا مشاهدينا الكرام، المواطن اللي يتكلم بالفيديو يقول لو العقود اشتغلت صح أو الشركات اللي تعاقدت وياها الحكومة بالتنظيف اشتغلت صح لكان حال البصرة أفضل وكانت البصرة أجمل. إذا المشكلة وين؟ علي من السماوة حياك الله. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي كل الأوضاع اللي تعاني من عندها أهل البصرة كلها بسبب هذه الله وكيلك منذ الاحتلال الأمريكي، بسبب هذه العصابات اللي تسمى حكومة. نعم. وإلا هي ليس بالحكومة ولا أن تمس بالحكومة الوطنية بشيء، ولكنها هي عصابات أرخصها الاحتلال على حكم العراق. نعم. أي والله العظيم جاءت لتدمير العراق حتى ما أراد من عدها الاحتلال ثاني من عدها. وهذه الأوضاع الحالية في البصرة بقية المدن الأخرى بسبب هذه الإرهاقات التايهة. أي والله. نعم. وحتى الميليشيات، حتى الميليشيات مقتل الصدر هذا المجرم السفاح التي هي جزء من بقية الميليشيات الطائفية العنصرية هذه، حتى السجون اللي السجون والمعتقلات اللي ضمت أعداد كبيرة من الأبرياء من عدة ولايات من عدة محافظات. نعم. بدون أي هؤلاء المعتقلين بسبب هذه تائهة الموالية للأحزاب والتابعة إلى إيران والتابعة للاحتلال الأمريكي والبريطاني. أي والله. حتى نعم. المحافظات اللي تعاني التعاني مثل ما تعاني محافظة البصرة هم هناك محافظات أخرى تعاني من العواصف الترابية، من انقطاع المياه، من
كل الاوضاع الاخرى المترديه بسبب هذه العصابات التايهه. طيب اخ علي، السماوه اليوم مدينه السماوه اليوم حالها شلون؟ يعني نفس حال البصره، همينا تعاني من سوء خدمات، همينا تعاني من نقص كهرباء ومي، همينا تعاني من انتشار النفايات اللي يسموها العراقيين الزباله، لو لا؟ اي أيوة والله اخوي، اريدك تنقل لنا الصوره حتى نعرفها اخوي. تفضل اخوي. حتى هسه انقطاع التيار الكهربائي والمي وكل شيء عن كل الولايات، ليس ولايه واحده او اثنتين، كل الولايات تعاني من انقطاع. نعم طيب. اي والله بسبب هذه العصابات اللي تسمى حكومه، والله لو كل واحد اي مواطن هسه من عده ولايات لا يعترف بهذه الحكومه ولا هذه الاحزاب الغاشمه. نعم والله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا شكرا لك اخ علي. بالنسبه الى موضوع النفايات في محافظه البصره، الناس علقت على هذا الموضوع بالتعليقات التاليه اللي نشرت على موقع فيسبوك رياض عبد الجليل البصراوي. يقول: شركات عليها الف علامه استفهام، كيف يتم العمل معها يا محافظ البصرة؟ ورسالة أو تعليق آخر من علاء فياض يقول: شركاتهم عبارة عن لصوص، لا تنظيف ولا بطيخ. وتعليق ثائر الحلو يقول: هذا أحسن ملف للسرقة. وتعليق تحسين الفيصل يقول: الشركات عبارة عن هدر للمال العام، لا يوجد مراقبة أو متابعة حقيقية حاسب المقصر. إذا مشاهدينا الكرام، هاي مشكلة النفايات في محافظة البصرة. عندنا مشكلة أخرى اللي هي الازدحام اللي موجود في دوائر الدولة في محافظة البصرة. فعدكم ذني الملفين يتكلمون عن محافظة البصرة. ملفنا الأول عن سوء الخدمات في دوائر الدولة، دائرة المرور، وأيضا إحدى دوائر الدولة العراقية في المحافظة، وعدكم قضية النفايات. ذني القضيتين مو بس بالبصرة، الازدحام وسوء الإدارة وأيضا الفساد اللي موجود في دوائر الدولة في كل محافظات العراق، والنفايات نفس الشيء. قبل شوية أثناء اتصال أخي علي يعني طلعنا فيديو أنهر وجداول مياه المفروض تكون مي نظيف، الناس تستفاد من عنده للزراعة للصناعة للشرب، لكن المي مليان نفايات. يا ترى السبب شنو؟ إذا أردنا نطلع من محافظة البصرة وننتقل للملف الثالث، راح نلقي جانب من جوانب إهمال الناس وإهمال حقوقهم وإهمال طلباتهم. تحديداً راح ننتقل لمحافظة القادسية، اللي انتشر فيديو يبين وضعية الناس اللي دا تقدم على الرعاية الاجتماعية بقضاء عفتش. والحلو أنه موظفي دائرة الرعاية الاجتماعية شامرين فايلات الناس ومعاملاتهم بصورة تبين طبيعة الاستهتار بطلبات الناس في العراق اليوم، عراق الديمقراطية وعراق ما بعد الاحتلال. خلونا نشوف ملفات الرعاية الاجتماعية بقضاء عفتش شنو حالها. هاي الجهه، هاي بالقاع، وين لقيتها؟ هاي بالقاع كذب، كله كذب. يروحون على الوادي يذبونهم بالقاع. وينك بعد؟ صور عم صور. هذا فالك؟ وين لقيت؟ صار مرتين، هاي مرتين صار المقام مقام شو اسمه هاي تنور يحكون على الوادي. فالك قدمته؟ ايه. وين لقيته؟ مشمور بالزباله. مرتين. هذا شاهد عيان. ليش تشمروا فالات الناس بالقاع؟ ما تخافون الله انتم؟ ما عندكم ضمير؟ هاي فالات الوادي؟ هو هذا حكي هذا؟ وين نولي؟ قتلنا الجاع. لقيتها بالقاع؟ لقيتها بالقاع؟ ها ليش؟ هاي ثاني مرة أقدمها ويشمرونها لي. شوفها سلمتها لهم. سلمتها ثاني مرة شمروها بالقاع. يا المضيع اسمه. كله كذب، تكذبون على الناس. والله الناس شافت الدلة اليوم، تعبت العالم كلش تعبت. هذا المواطن هيك يصير بي. معاناة والله العظيم، يعني تبكي على حال الناس والله. ما معقول اللي يصير بالعراقيين، كارثة. ماكو يعني خبز العالم تريد تاكل لها راتب، تريد 200 ماكو 200 ما محصل الناس. معاناة بس الله يعلم بيها، بس الله يعلم بيها. وين المسؤولين؟ وين المسؤولين؟ وين المحافظين؟ وين الدولة؟ يعطيهم فايلات من الشباك يشمرون من الشباك الثاني. من الشباك الثاني. إذن هاي قضية الرعاية الاجتماعية بالعراق، أو
ملف الرعاية الاجتماعية في قضاء إفتش بمحافظة القادسية. مشاهدينا الكرام، مشاكل الرعاية الاجتماعية مو أول مرة تنعرض في برنامج صوتكم. هواية ناس وهواية متصلين اتصلوا بالبرنامج واشتكوا من حال الرعاية الاجتماعية من شمال العراق إلى جنوبه. ويانا متصل محمد من الموصل، حياك الله يا محمد. محمد وياي، انقطع الاتصال ويا الأخ محمد. فقضية الرعاية الاجتماعية، أتمنى يا محمد ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. قضية الرعاية الاجتماعية مو أول مرة تنطرح. الرعاية الاجتماعية هو أي مواطن في أي دولة بالعالم تحترم نفسها مدى يلقى شغل عاطل عن العمل، أكو طرق إعانة إليه. قانون الرعاية الاجتماعية كان من المفترض أن يكون رعاية للناس بحيث أنه شوية يرتاح. قانون الرعاية الاجتماعية المفروض يساعد الناس حتى تنتشلهم من الحالة اللي هم بيه، لكن المشكلة اليوم بالعراق أنه ملفات الرعاية الاجتماعية مثل ما شفتوا بالفيديو. الناس أيضا ما تركت ملف الرعاية الاجتماعية، ولما شافت هاي الفيديوهات علقت حول هذا الموضوع بالتعليقات التالية. رياض العتابي يقول: وداعتك الأسماء اللي يردوها رفعت وراحت بس للعرف والواسطات. صار 18 سنة أقدم على راتب رعاية، ماكو 50 معاملة سويت وما خليت وما طلعت. لو عندي واسطة الله وكيلك تطلع من الصبح. تعليق آخر من ثار رحيم العبيدي يقول: ليش هيجي من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ ماكو رادع لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا منى العساف تقول: إيه والله تمام، مئات الفايلات قدمت وماكو أي نتيجة. ورسالة أو تعليق من الشمري أبو الزهراء يقول: شباك الذلة وليس شباك للفقراء. عندنا اتصال. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. شوك أستاذ العزيز. نحمد الله على كل شيء. أستاذ العزيز، الرعاية الاجتماعية عينضوها بس ربعهم، هذول اللي يقولون عليهم مسؤولين. نعم. بس ربعهم. نعم. ولو تجي تقيس من يجي يطبق على الفقير، نعم، لازم ما عندك ثلاجة، ما نعم عندك مجمدة، ما عندك تلفزيون، ما عندك يعني شلون يعني يموت؟ يعني جزء الثلاجة أحد مصدق عليه من قرابته، أحد مصدق عليه من قرابته التلفزيون. نعم. يعني أنت من الدول لازم مثلا كل ما عندك بس تصرف له رعاية. أو يدور عجز 80%. أنا يعني شفته في مجمع التعويضات. واحد بأسماء طاقة علي عبوة مش عينه نعطيه 85%، يقول له القاضي شلون نضوك 85%؟ من أقل. نعم. يعني عينه شلعت، يعني بعد شو نظنه؟ لازم نروح ميت مخيط صغير؟ نعم. وطلعت قبل شويه ملف النفايات بالبصره. اي نعم، ملف النفايات في محافظه البصره. كل المحافظات نفس الشيء. نعم. تجي موظف بلديه راتبه 400,000، تجي عنده 10 قطع، راكب اربع سياره، وهو موظف راتبه 400,000 او 500. يعني شلون سوى هذين القطع؟ كل قطعه تسوى 30 40 مليون. تلقاه عنده اقل شيء اربع قطع خمسه، مين جابها؟ من بيت ابوه؟ وهو موظف بسيط. وهاي النفايات اللي تقول عليها أستاذي العزيز، هاي النفايات نفس النفايات اللي بالبرلمان، البرلمان اللي قاعدين على الكراسي هم همين نفايات جابتها امريكا. نعم. نفايات كانت برا بالخارج نفايات ما صفوا على بالشوارع، ناس ضايحه جابهم برايمر قاعدهم على الكراسي وقال لك هذول مسؤولين مال شنو؟ مال بوق ومال حراميه؟ نعم. خل واحد ان شاء الله بيها خلي يبلط شارع، خلي يسوي مسجد. يقدر؟ اتحدى اي مسؤول إن كان. هاي قبل يومين طلعوا العمار جبر، اليوم واحد يحكي ما بي بها قناه يحكي والله عمار جبر باق 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 باق، شو اسوي قمت الباق عمار جبر؟ عمار جبر من كان محافظه ما قلت عليه باق. نعم. لو شيء بس. لا. نعم. يعني احنا من وراء هذا البشر ماكو، العراق ما تقوم لقائمه. ما تقوم لقائمه، يعني اكو ناس مذبذبه تلعب على 100 حبل. نعم نعم. يوميه براي. يوميه براي، يمشي ويا المي. يمشي المي يمشي وياه. فلان صار مسؤول صفق له. فلان طلع فلان مو خوش. الشعب ما عاد تفتهمه، وهمته اهمته يصحى هذا الشعب.
هذا الشعب ما يصحى. نعم. نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. محمد بن الموصل رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا محمد. الو، الله يحييك ويحيي الاذاعه مالتكم. يسلمك ربي، تفضل اخويا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرامه غاتي، تفضل. شلونك اخويا العزيز؟ هلا بيك. محمد من الموصل. والنعم منك ومن اهالي الموصل، تفضل اغاتي. الله يسلمك ويحفظ الاذاعه مالتكم. يسلمك ربي. هي الراتب مال الرعايه الجيد 125. نعم. الله يحفظك. اي نعم، تفضل اخوي. هي الجيد الراتب هي 125. ايه. يعني هذه العامري عنده راتب ديران يطوف. ديران. نعم. زين. ويقبض من العراق، كان وزير النقل هم يقبض مال وزير من العراق، يعني راتبين يقبض، واحنا ماكو لا راتب ولا رعايه ولا عدد. اخ محمد، احنا طلعنا ملف بمحافظه القادسيه عن الموظفين يشمرون ملفات الناس، وواحد من المتصلين يقول هاي ثالث مره اعطي الفايل جوا ويشمروه برا ويذبوه بالزباله، واللي يقول لقيت فايل بالزباله. انتم بمحافظه نينوى في مدينة الموصل، شلون حال الرعاية الاجتماعية يمكم؟ البشر يهينوه في العراق، ليش؟ هناك بكل دول العالم يقيمون البشر إلى نعم. قيمة. تشري بتكرم إلى قيمة. نعم. تكرم تشري إلى قيمة بأي كل دول العالم. نعم. هنا بالعراق ما عندنا لا ملف، مو جبوه بالزبالة. يهينون البشر. المراجعة متراجعة لأي معاملة هسه بالعراق، يشدون الباب وبوشل هسه متراجع لأي دائرة، بالمرور وبغير مرور، بالتقاعد، بأي يعني يشدون الباب وبوشل. أي موظف منو يسد؟ متنفرز، يريد فلوس، رشوة. منو يسد يعني أخي محمد؟ وين الدم ماله؟ وين يعني الدم ماله ماشي بيمن؟ بالرشوة، حتى عائلته بالرشوة، حتى عائلته من يعطون. نعم نعم. سن يعني حتى الله ما يبارك بيها. ليش؟ ياخذ من قوت العالم. اساس ابو السحب، ليش كهرباء موجوده بالعراق؟ يخابرون من لابو المولد، تعطيه في ساعه نطيك يا بحصلك. لابو المولد، لابو الرئيسيه، ابو الكهرباء الرئيسيه، هاي ما حد يعرفها حجي. نعم. انا ترى اعرف كل شيء، اعرف بالعراق. العراق منتي يا عمي مسيس، الله شاهد. نعم. وما اخاف اني احكي، وانت اخويا وانا اخوك. شوف المسيح يقول دولة، يعني المسيح ماكو من عندهم مستحيل بالعالم كله. المسيح دولة شريفة وسالمة. نعم نعم. شوف شو نعم. شكرا شكرا اخ محمد. عندي اتصال ثاني اريد اخذه. عمار من النمسا، حياك الله يا عمار. حياك الله استاذ العزيز. حياك وبياك. اخليك تحياتي بقناتي. يسلمك ربي. من كادر. يسلمك. سمعتك تحكي على سمعتك مال الرعايه الاجتماعيه هاي. احنا حكينا على ثلاث قضايا، القضيه الاولى اللي تكلمنا بها هي الازدحامات اللي تصير داخل دوائر الدولة العراقية في ملفنا الأول، هذا هو الملف الأول إذا تتابعني. بملفنا الثاني تكلمنا عن النفايات اللي مشمورة في محافظة البصرة، ومو بس البصرة تعاني منها، كل محافظات العراق تعاني من أدها. وأيضا تكلمنا عن ملف الرعاية الاجتماعية، الناس تلقي فايلاتها مشمورة أجلك الله بالزبالة. نعم أخ عمار. أنا أرد أتحدث لك على الفايلات هاي المشمورة بالزبالة. نعم. هون الاسلام دول الحكومه، هذول الحكومه الفاشله ماكو. ايه. هذول الاستيبنديه ماكو، مع احتراماتي على اللفظ لقناتكم. انا هسه بالنفس قاعد من الشغل من الشهر الثاني. نعم. من الشهر الثاني. بطلت من الشغل من الشهر الثاني بهاي السنه. نعم. ورحت على مكتب العمل، مكتب العمل صرف لي راتب. نعم. هسه انا قاعد بالبيت وراتبي جاري كل شهر، استلم لي، ما استلم الراتب الكامل اللي كنت اخذه بالشركه، لا يعطوني من عده 80%. نعم، قانون عالمي. نعم. اي
قانون عالمي. الله شاهد علي جاي يعطوني من مكتب العمل. نعم الله شاهد علي. وهم اللي يدعون على اساس يقولون هاي اوروبا واسمه دول الكفار واليهود وهم شيعة وسنة واسلام ويدعون الاسلام. يا اخي والله العظيم هذول حتالات المجتمع. والله دمرونا باسم الدين. نعم طاقونا باسم الدين. الله وكيلك باسم الدين. نعم يعني واحد يشحكي نعم قال السلسل المعطل وش قال الصدر وش قال الاطار وش قال نور البارد وش قال هذا العامل اللي خرب هاي مال النقل وزاره النقل والطيران وباقي العراق لحتى في الجنوب الشمال. نعم 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 شكرا لا. شكرا لك اخ عمار. محمد من الناصريه حياك الله يا ابو جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اي الله اخوي عفل تحياتي لك والقناه الرافديه. تحيه ودوم اغاتي اخوي العزيز. ان شاء الله يطول عمرك يا استاذ عفل. طول بعمرك تفضل اغاتي. موضوع الحلقه اي والمفروض الشعب استاذ عفل المفروض الشعب يحاسب المرجعيه. ما ممكن متمسك بالمرجعيه وتحكي على الحكومه او تحكي على الاحزاب. نعم. هو السبب الرئيسي يا أستاذ أفلي المرجعية قدمت 20 سنة كيف قدمت؟ نسأل سؤال للشعب هذا يعني على الأحزاب الدينية كيف قدمت؟ غير فكير ومناظر كاذبة وهاي جيبوها منا رجعوها منا وهذا الدواسع قدمت المرجعية مختلف ايش قدم؟ عمار الحكيم ايش قدم؟ السستاني ايش قدم؟ خلي يسمعونا انا. نعم. خلي يطلع. ايش قدم السستاني والله للعراق؟ هاي 20 سنة. ايران ايش قدمت للعراق؟ غير الدمار والعمايم والفتن هاي المزامرات حشاتهم هاي. سؤال التافه. ما اكو شيء في خير يا استاذ افل. نعم. زين المفروض الشعب يحاسب المرجعية. المفروض للشعب المفروض يحاسب المرجعية. نعم نعم ويحاسب الأحزاب الفاسدة هاي الدينية وليس دينية فاسدة. زين المفروض يكبون السستان. فين السستان؟ خليه يروح يقعد بيران. شو عنده بالعراق هنا باقي فتنة؟ يروح يقعد بيران طهران. زين يعني يا سالفة والله العظيم بالقرآن الكريم كلها مهزلة. ضحك بضحك ضحك على ذهون العالم فوق وفساد قاعمان تشكو برا لعنى. نعم نعم بس أنا أتعجب يا أستاذ أفل السؤال للمتصلين ليش ما يتخذون المرجعية؟ ما السؤال؟ نعم قالت الحكومة وش هذا فاسد وهذا كذا يعني هي السبب الرئيس المرجعية. نعم نعم شكرا شكرا لك أخ محمد. مشاهدينا الكرام من إهمال الناس ومطالب الناس وإهمال ملفاتهم والازدحامات والتقصير في تقديم شيء لراحة المراجعين في دوائر الدولة ببلدنا راح ننتقل إلى قضية هواية حكينا عليها ببرنامج صوتكم تحديدا هي تجريف البساتين والمزارع وتحويلها إلى أراض تجارية وسكنية. مواطن ذيقاري انتقد تجريف المساحات الخضراء بمدينة الناصرية وليا سبب يجرفوها حتى يحولوها إلى محال تجارية بحجة الاستثمار. هذا كله وأهالي الناصرية يعانون من قلة المساحات الخضراء في محافظة ذيقار. خلونا نتابع. مقابل مجمع تينة المنازل مجمع تينة ومنطقة الشموخال مقابلة هاي الحديقة متنفس الوحيد في محافظة يعني مو محافظة ذيقار هاي المنطقة يعني بعد ما سقوا مساحات الخضراء يعني بالشموخ يعني ما موجود أي مساحة خضراء وأيضا مجمع تينة ما موجود فهاي الحديقة تم تشييدها من أبناء المنطقة يعني بعد عجز من الحكومة المحلية والبلدية ذيقار أن تشييد حدائق ومكانات خاصة بالمنطقة. حقيقة هاي الحديقة الفاسدين في ذيقار
حولوا هاي الحديقة يعني أو طهر استثمار بناء محلات. يعني إحنا عندنا نقص بمناطق خضراء في محافظة ذي قار، نقص مناطق الخضراء في محافظة ذي قار، تجون أنتم تطوها رخصة، لا وجود مساحات خضراء. يعني شكو حديقة حطيتوها لو مدرسة أهلية، لو مول، لو مجمع تجاري. يعني أنتم هاي الحديقة، يعني العلم إذا تمشي المسافة قدام من ديش الحديقة تم تجريفها وخلوا أساسه هو بناء محلات تجارية. إحنا نريد نعرف إيش قاعد يصير بمحافظة ذي قار خصوصا في مدينة ناصرية. إذا مشاهدينا الكرام، مواطن ذي قار إذا يتكلم عن المساحات الخضراء بالمدينة، طبعا من المفترض أن دوائر البلدية ووزارة التخطيط عندها خطط للبناء ولتوسيع المدن في كل فترة من الزمن، ومن جزء من بناء المدن وفي كل دول العالم هذا متبع هذا القانون، هم يفكرون بالمساحات المفتوحة. شلون يعني مساحات مفتوحة؟ لما يبنون منطقة سكنية في رقعة جغرافية ما لازم أكون بها مناطق خضراء، لازم أكون بها ساحات، لازم يكون بها ملاعب للأطفال، لازم يكون بها متنفس، لازم يكون بها مدرسة، لازم يكون بها مستوصف، هاي كلها لازم تكون بالحسبان. اليوم دا يقول لك بمحافظتنا إحنا دا نعاني قلة المناطق الخضراء لأن ماكو، ويقول هاي المنطقة إحنا بنيناها بجهد خاص، المواطنين هم اللي سووا هاي الحديقة، هم نطوها استثمار حتى يحولوها يا مدرسة أهلية يا مول يا محلات تجارية. السؤال اللي ينطرح هنا، ليش الأراضي العراقية ده تتحول إلى أراضي سكنية؟ المواطنين ما تركوا هذا الموضوع وأيضا علقوا عليه موقع الفيسبوك. سيد حسن الحسين يقول الناصرية لا حول ولا قوة، نهب وسرقة بشكل علني صار. وأيضا عدنان الزيرجاوي يقول يريدها مدينة كونكريتية مليئة بالخرسانة والمحلات التجارية بدون أماكن ترفيهية وحدائق وجمالية. وسيف علي الغالب يقول الفاسدين يتاجرون بكل شيء حتى المساحات الخضراء، دمرت البيئة يومية عواصف ترابية. وسعد العتاب يقول المساحات كلها تفرهدت بحجة الاستثمار. إذا مشاهدينا الكرام، ملفاتنا اللي تكلمنا عليها اليوم، أن ذني الملفات الأربعة اللي تشوفوها خلفي، تكلمنا عن الازدحامات داخل دوائر الدولة، تكلمنا عن النفايات اللي مرمية في محافظة البصرة هنا لكن هي تخص العراق بشكل عام، تكلمنا عن الرعاية الاجتماعية بالعراق، وأيضا عن المساحات الخضراء. المساحات الخضراء هاي مو أول مرة نذكرها ببرنامج صوتكم، هذا الموضوع انطرح هواية. تجريف البساتين وتجريف المساحات الخضراء إلى تأثير كبير على جغرافية البلد، إلى تأثير كبير على مناخ البلد، ومن ضمنه العواصف الترابية اللي دا يعيشوها، مثل ما قال أحد المعلقين بالتعليقات، لأنه انعدام الحزام الأخضر أدى اليوم إلى وجود مشكلة كبيرة، وهي أنه العراق دا يعيش بعواصف ترابية ما كان عايشها قبل. انعدام الحزام الأخضر سبب لنا بلاوي كبيرة. إذا أريد ننتقل إلى فقرة أخرى ببرنامج صوتكم، اليوم عدد من المحافظات العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية اللي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي. مصادر صحفية تقول أن محافظات بغداد وواسط والقادسية وديالة والتأميم وبابل والنجف قرروا يعطلون الدوام الرسمي يوم الاثنين الماضي اللي بكل الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد وجعلت الرؤية شبه منعدمة. وأعلنت مطارات بغداد والنجف والسليمانية تعطيل رحلاتهم الجوية. نحب ننوه إلى أن العراق دا يشهد ازدياد مو طبيعي بمعدلات العواصف الترابية مؤخراً بسبب انعدام الغطاء النباتي، نفس الموضوع اللي تكلمنا عليه قبل شوية بمحافظة ذي قار، الأمر اللي دا يؤدي إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق وإصابات مرضية دون ما يلقى علاج لازم بالمستشفيات، وأكو بعض المستشفيات ما تستقبله، مثل ما قلنا أيضا في بعض حلقات صوتكم. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام راح تلقوه بالتقرير التالي اللي أعد قسم التواصل الاجتماعي. تقريبا بغداد وباقي محافظات العراق هي واحدة من أهم أسبابها التغيير المناخي اللي دا يصير، التصحر اللي دا يصير بالعراق. العراق خامس أكثر دولة هي مهددة وهشاشة من التغيير المناخي اللي يصير بالعالم كله.
عواصف ترابية تغلق مطارات البلاد وتضرب مدن الوسط والجنوب لتصل ذروتها إلى حد انعدام الرؤية، مخلفة مئات الإصابات بالاختناق في ردهات المستشفيات، وسط عجز حكومي عن وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الحياة في العراق، وصمت إزاء التدهور المقلق لمناخ العراق وجفاف أنهاره وروافد مياهه. مشهد يشبه الصور التي تبثها وكالة ناسا لسطح المريخ، إلا أنه هذه المرة من العراق، إذ تضرب العواصف الترابية البلاد للمرة السادسة خلال شهر واحد في غياب تام للإجراءات الحكومية للحد منها. هذا المشهد يتزامن مع تحذير خبراء من تصاعد وتيرة العواصف الرملية لتصل إلى معدل 300 يوم في السنة بحلول العام 2050، في ظل غياب تام للأحزمة الخضراء التي تعتبر مصداً طبيعياً للغبار والأتربة وغيرها من الحلول التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الفساد الذي أجهز على تخصيصاتها المالية، لتزداد الأمور تعقيداً مع موجة الجفاف التي تشهدها البلاد والتي جعلت العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للتصحر في العالم. صور جفاف بحيرتي حمرين وساوة التي كانت تلقب بأعجوبة صحراء العراق وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة دقت ناقوس الخطر عن الحال الذي وصلت إليه البلاد التي ارتبط اسمها بالمياه وعرف منذ القدم باسم بلاد الرافدين، ليبقى المستقبل مجهولا في ظل انشغال الحكومة وأحزابها بالسرقة والصراع على المغانم دون الالتفات لمشاكل العراق المزمنة التي أضحى التغيير المناخي واحدا منها. إذا مشاهدينا الكرام، واحد من خمس دول أو أكثر خمس دول مهددة بالتصحر هو العراق حسب هذا التقرير اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي بسبب الفساد. مشاهدينا الكرام، برنامجنا متواصل وياكم بس بفاصل قصير، فلا تروحون، ابقوا يعني. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن للمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ببرنامج صوتكم. فإذا مثل ما تكلمنا بفقرتنا الرابعة حول المساحات الخضراء أو تجريف البساتين، وشنو تأثيرها، الفيديو اللي سووه قسم التواصل الاجتماعي مشكورين في قناة الرافدين عن التصحر أو عن العواصف الترابية، يقول واحدة من أسباب العواصف الترابية أنه ماكو حلول، وأيضا انعدام الأحزمة الخضراء اللي أدت إلى هجوم الأتربة على المدن العراقية بشكل كبير جدا، خصوصا بالشهر الماضي تقريبا 6 مرات عجاج مو طبيعي، واللي نوصف انه كأنما صورة من ناسا لكوكب المريخ لكن في عاصمتنا الحبيبة بغداد. أسامة من كركوك حياك الله. من قال السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو. ألو تفضل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مساء الخير عليكم على قناتكم الكريمة وعلى هذا البرنامج القيم. مساء الأنوار يا غالي. بالنسبة للتصحر والغبار وانا هسه احكي لك الله وكذا تخنقنا هسه الغبار بكركوك ما اشوف مدى الرؤية مضل 550 متر، يعني تصحر مي ما يعني هسه بس يعني اعتذر منك اخو سامي، يعني هسه اكو عجاجة جديدة يمكم بمحافظة التأميم؟ اي بالله العزيز هسه عجاج يعني تخنقنا، كهرباء ماكو، تطلع بالشور تخنق على تدخل بالليل حارات الله وكيلك ما وين وين انا بحيرات. نعم اقول اول دوله من كل شيء بغداد حاله يصرب وجاعة، يعني يستولون على المناطق الخضراء يحاولون جنس الاراء الاحزاب المتنفذه، احنا بلانا ودمار العراقيين، يعني الانسان حالهم يقول كل بلانا هاي الاحزاب. نعم. قاعد يستولون بحجج قانونيه واهيه، طبعا هي تزوير واختلاس على المناطق الخضراء، يحاولون جلسها يقسمونها ويوزعونها على الجماعه يسمونها الاراضي السكنيه. نعم
الهليوم من 2003 اليوم الأسود اللي اليوم زي الكلسان هذا بوش الملعون يقول احتلال قصد على أوكرانيا وروسيا، قال احتلال العراق بعدين قال أنا عمري 35 سنة حشكم عطلة عليها من يوم 2003 من أمريكا احتلت على اليوم ما شت لنا شجرة ما سوونا سد كان أفل شو ما شت صحر ما استهيل لي مش عان اليوم يصعد مجلس النواب ويجيب فلان ويدي فلان وكل محافظ هم ملتهين بوقهم وسرقاتهم فما ناشدين على العراق ولا على العراقيين العراقيين ظل بس لهم الله سبحانه وتعالى على استاذ أفل نعم أسمعك وبدت أمن الزحمة الشعبية بدت الحراك وزروا يعني حقول الحنطة النوب هذا الجان المدير روق يعني بدوا يحرقون بالحنطة لحد الآن ما قدموا واحد من اللي يحرقون حال محل اللي يقتلون المتظاهرين ما يعني ما أدري والله وين راح يروحون في العراق يعني وأنا أشكرك أستاذ أفل مرضى طلعك حتى نعم نعم شكرا شكرا جزيلا لك أخي العزيز أبو عمر من بغداد حياك الله يا أبو عمر حياك الله استاذ أفل وحيا الله قناة الرافدين الأعزاء ومشاهدي قناة الرافدين حياك الله استاذ موضوع الرياض اليوم عن التصحر اللي بالعراق بيصير عندنا نعم موضوع التصحر اللي صار عندنا بالعراق من الناونة الأخيرة واللي زادت هي نعم 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 الله عليك استاذ موضوع التصحر اللي عندنا بالعراق واللي زادت من 2003 ولحد الآن نعم. هاي أسبابها يعني نقدر نقول كثيرة سبب حكومات الفاسدة وسبب حكومات اللي حكمت العراق والوزارات اللي كلهم هم لغازميها أحزاب السلطة وزعماء أحزاب السلطة اللي حكمت العراقيين هم كلهم يعرفون بأن العراق أرض زراعية وأرض يعني بها الخيرات إنه يبقى استيرادها للدول المجاورة وكافة العالم يعني يدري العراق جاع خطوة جاع يعني من نزلها بخيراتها لكن للأسف الحكومات سلطة الأحزاب اللي همت الزراعة واللي همت الصناعة فيعني أبسط الأمور اللي هي الزراعة ما يحتاج لها لا بناء ولا يعني فد شغلات نقول ثقيلة من ميزانية تتحملها الدولة هي كل ما هنالك توفر لهم المياه توفر لهم الأجندة توفر لهم المبيدات لمكافحة الحشرات هذه الأمور البسيطة اللي عانيها الفلاح العراقي لكن للأسف يعني الفلاح العراقي استاذ زادت معاناته من قبل إيران وانقطاع المياه عن العراق يعني الحكومة من نشوف انقطاع المياه عن الزراعة وعن الأراضي والحكومة إذا ما لها دور للدعم المزارع العراقي وزادت عدد بيسوءاً وزادت بيه يعني حقوق هذا الفلاح البسيط يعني مو الفلاح لا يعني كافة المحافظات الموجودة في العراق والعراقيين يحبون أيضاً أرضهم هذه الطيبة no. والفاكهة كل المحافظ يحبوها لكن تجعوا للدول المجاورة إيران وبعض الدول يستوردون من عدة ويفيدون الدول الجوار فعافوا العراق يعني بالتصحر وبالقلة زراعة الأشجار النخيل لأن هاي الأمور هي من أجل مصلحة العراقيين وفائدتهم وحب العراق هذول ما عندهم لا حب عراق ولا حبهم وطنية ولا طيب طيب شكرا شكرا لك أبو عمر وأعتذر منك بس الوقت راح يدركني أريد أنتقل إلى قضية الهاشتاج بحيث شاهد معرض بغداد الدولي لكتاب نسخته 23 جملة من الانسحابات والدعوات للمقاطعة كلها بسبب أن المعرض افتتح على يد زعيم حزب الدعوة نور المالكي إلى جانب مسؤولين حكوميين مقربين من المالكي وسم مقاطعة معرض بغداد الدولي للكتاب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وسادت حالة من الاستياء من السماح للمالكي بافتتاح معرض ثقافي إضافة إلى غياب لافت للأسماء المعروفة بالوسط الثقافي والأدبي بالبلاد عن الحضور للافتتاح ناشطين أكدوا أن المالكي حكم البلد 8 سنوات تسبب بمقتل الآلاف خسارة أموال طائلة خسارة مساحات كبيرة فضلا عن موجة انفجارات وخطف وقتل وفساد ومعارك عبثية واعتقالات وأفادت مصادر من اللجنة المنظمة للمعرض أن افتتاح المالكي للمعرض تسبب بانسحاب 3 دور للنشر عراقية فاعلة فضلا عن عدد من المثقفين والناشطين واخترنا لكم هاي التغريدات من يعني الانسحابات من معرض بغداد الدولي لنستعرضها معكم
عثمان المختار غرد، تخيل شخص مثل نوري المالكي المتورط بجرائم تطهير طائفية ونهب المال العام يفتتح معرض بغداد للكتاب. مقاطعة المعرض والانسحاب منه عصر اليوم بسبب وجود نوري يمكن أن يكون ممارسة احتجاجية حضارية تتكرر بأي مناسبة يتواجد فيها مستقبلا. عبد الله سراي، نوري المالكي مؤلف كتاب بصفة شنو افتتح معرض بغداد الدولي، رجل سياسي حكم البلد 8 سنوات، خسرنا 100,000 شهيد، خسرنا أموال خيالية، أكبر حقبة فيها فساد من كل النواحي هي فترة حكم نوري المالكي، انفجارات، خطف، قتل، فساد، معارك عبثية، اعتقالات، ثلث العراق 43% سقط في عهده. وأيضا حسنيان حسناوي يقول نحن شباب جامعة بغداد وجامعتي بابل وجامعتي بابل والكوفة وجمع من رواد ومدوني القصة القصيرة نعلن وبملء الفم مقاطعتنا لصرح ثقافي يفتتحه جاهل فاسد مطلوب للشعب نوري المالكي. وأخيرا جين المالكي تقول مكانكم هو المحاكمة وليس المعارض. أي معرض هذا الذي يعكس ثقافة العراق ويفتتح أفسد إنسان في العراق؟ هاشتاغ مقاطعة معرض بغداد الدولي. هاي جزء من التغريدات اللي نشرت حول معرض بغداد الدولي. مشاهدينا الكرام، مشاكل العراق كثيرة، مشاكل العراق تناولناها لكم مشاهدينا اليوم برنامج صوتكم، هاي جزء من مشاكل العراق، لكن السؤال الأهم اللي راح ينطرح ببرنامج صوتكم، حل مشاكل العراق يا ترى بيد من؟ بيد السياسيين لو بيديكم انتو يا شعب؟ جوابه يمكم انتو. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله ببرنامج صوتكم. في أمان الله، سلام عليكم.